لم تتطرق إلى بعض الأمور المتعلقة بالخدمات والمواطنين، ولكن دعنا نتحدث عن الجانب الأمني. لقد زرت بغداد خلال عهدكم وتجولت فيها وقد عدت الآن. تشعر الآن أن عدد السيطرات أصبح أقل، كما تم التخفيف من التجديد الأمني. هل هذا يعود إلى تحسن الوضع الأمني أم تدهوره؟ بالتأكيد، بس هذا عملناه في وقتنا. في وقتنا أزحنا منع التجوال الليلي، بدأنا بتقليل السيطرات، وبدأنا برفع الكونكريت بشكل كبير في وقتنا. ولكن دعني أؤكد شيء، ربما إعلاميا لم أركز عليها لأن كان عندنا إنجازات أضخم من هاي بكثير. لو تراجع الآن قيادات الأمنية في بغداد وتراجع المواطنين يقولون ليس جديد، منذ السابق بدأ تفتح شوارع وتفتح، ولكن لم يكن نعتبره نصرا كبيرا في ذلك الوقت. عندنا نصر القضاء على داعش، عندنا القضاء على الطائفية، عندنا تحسين وضع العراق بشكل عام. أما الآن يبدو هذه الحكومة، أنا لا أريد أن أصغر ما قامت به الحكومة، ولكن تلاحظ هذه الحكومة تتحدث عن هذا الإنجاز فقط، يعني ليس إنجازها هذا. بدأنا، لو تراجع الخطة حتى المنطقة الخضراء فتحناها في وقتنا، ولكن عندما كانت هناك مظاهرات واقتحمت المنطقة الخضراء اضطرينا، لأن أكو عناصر داخليا أرادت ربما أن تقوم ببعض الأعمال استستغل هذه الفوضى تقوم. الأمن الحالي لم يكن ممكن بدون القضاء على داعش، والحمد لله في وقتنا طورنا الأجهزة الاستخبارية بحيث هي أصبحت تكشف تخطيط داعش عند وقوع التخطيط مو عند التنفيذ.